أنا لضبة ابن الدب طارخة ولدين هما سعد وسعيد. تفرقت إبل ضبه فبعثهما في إثرها للمعا. ثم ما لبث سعد أن عاد ولم يعد سعيد، ولم يعلم ضبته أن ابنه قد التقى بالحارث بن كعب فأراد أن يأخذ عنه رداءه فأبى فقتله. ومرت الأيام وذات عام مر ضبته للحج، وذات يوم وبينه في الطواف إذ وجد الحارث بن كعب وعليه الوردة ابنه سعيدا، فقال له أن لك هذه يا أخ العرب. قال كانت فتاة رفض أن يناولني إياها فقتلته. فأدرك ضبته أنه يقف أمام قاتل ابنه، فقال له أبسيفك هذا؟ قال نعم. فقال ناولنيه، فلما ناوله السيف قال الحديث ذو شجون، ثم ضربه بالسيف حتى قتله. فاختفى الناس حول ضبه ولا موت في بلد الله الحرام وفي الشهر الحرام. فقال سبق السيف العدل، أي سبق السيف العتب والملام.